ولك الشكر فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تذل لذلك أهلا. مرحبا بكم في هذا الحفل البهيج، حفل زفاف الأستاذ أحمد ناجي المصري، صوامع شرق، مدينة إخميم العامرة، محافظة سوهاج. صال بنا وجال قارئنا الهمام فضيلة الشيخ محمود أبو كريشة، ما تيسر له بداية من سورة الأحزاب ونهاية بسورة النازعات. في القرآن الكريم تجد للسورة الواحدة أكثر من مسمى، والقاعدة تقول كثرة المسميات تدل على شرف المسمى، كثرة المسميات تدل على شرف المسمى لله. 99 اسما لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، 99 اسما ووصفا. سورة الأحزاب لها اسما آخر، من الذي سماها؟ سماها حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعهدة على الراوي. كان هناك في سنة من السنوات احتفالا لتكريم القراء والحفظة الكرام من المسلمين، الحفظة لكتاب الله، وأقيم الاحتفال الشهير بمدينة أسوان في جنوب مصر، وكان المدعوين أكابر العلماء وأساطين التلاوة والشباب المسلم والأطفال الذين من الله عليهم فحفظوا كتابه الكريم. وكان من ضمن المدعوين فضيلة مفتي رومانيا. فلما حان الدور لكلمة فضيلته قال: مرت بي ظروف أسرية شديدة وعم النكد في البيت، فنمت في ليلة وأنا منكسر الفؤاد حاملا للهم وللغم، فإذا بي وأنا في نومي يأتيني الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مبتسما كعادته، وداعبني: لما حملانك الهم والغم؟ ما الذي يسوي في هذه الدنيا؟ فقلت له: يا رسول الله، هموم وغموم لزمتني مع أهل بيتي. فقال لي صلى الله عليه وسلم: هلا قرأت سورة العائلة؟ اقرأ سورة العائلة. فاستيقظت قبل الفجر وهممت إلى المصحف الموجود بجوار سريري، وأخذت أقلب في فهرست المصحف الشريف
وجالت عيناي بداية من سورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس، فلم أجد سورة تحمل اسم سورة العائلة. أخذت أجتهد فلم أوفق، فزاد همي هما جديدا، كيف يصف لي الطبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم رشدة الدواء ويدلني على مكانها وأنا أعجز في الوصول إليه. فلما نمت الليلة التي تليها رأيت فيما يرى النائم حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبتسما، وقال لي: إيهن، كيف تقرأها وأنت لا تعرف اسمها؟ فقلت وأنا خجل ذا حياء: معذرة رسول الله، قلبت في صفحات المصحف من أوله إلى نهاياته فلم تقع عيناي على ما تسمى بسورة العائلة، فأي سورة تقصد يا رسول الله؟ قال: إنها سورة الأحزاب، لأنها تكلمت عن أسرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذا ليس عجيبا أنك تجد لبعض سور القرآن مسميات عديدة. السورة تسمى بأشهر لفظ ورد فيه، لكن السورة عدة آيات، والآية عدة كلمات، فأحيانا تسمى أكثر من اسم. يعني مثلا سورة الدهر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، تسمى بسورة المسلم. نعم، سورة الإسراء عالجت قضايا بني إسرائيل وتناولتهم كثيرا، فتسمى بسورة بني إسرائيل. سورة التوبة، السورة الوحيدة في كتاب الله التي لم تكن لها بسملة لظروف نزولها ولعموم أهدافها، لكنها تحمل أسماء تقشعر لها الأبدان. سورة التوبة تسمى المدمدمة على الكافرين، تسمى المقشقشة على المجرمين، تسمى المرعبة، تسمى سورة براءة من كل العهود، لأن الذين تعاهدوا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خانوه ولم يكونوا أهل وفاء. تخيل، حتى يهود أهل المدينة بعدما سالمهم وأمنهم ورضاهم وعفى عنهم، لما وجدوا قريشا وغطفان تجمعوا في الأحزاب ساندوهم وساعدوهم وانقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل سورة تحمل أكثر من اسم، دلالة على القوة، على الرصانة، على العظمة، على العزة. ومن أصدق من الله قيلا. سورة الأحزاب تسمى سورة الأسرة النبوية لأنها تكلمت فيما يخص أمهات المؤمنين. ويا أخوان، زوجات النبي كن على الفراز، لا بد وأن تليق أن تصبح أما للمؤمنين، يعني لا بد، لأن مقام النبي عالي. فإذا أرادت امرأة أن تقترن بشخصه النبيل لابد وأن تستحق تصبح زوجة لقمر الدنيا والآخرة، فلابد وأن تكون هي على قدر من المعرفة
من الالتزام، من الجمال، من كيفية التعامل مع سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرياته مع زوجاته جانب مضيء نحن نريد أن نقتفي الأثر، نريد أن نسير على السنة، نعمر بيوتنا ونعامل زوجاتنا بهذا الحب النبوي الكبير. لأن الحب مش حرام يا إخواننا، ده من أسماء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المحبوب، وكان يصرح عن الحب: يا عائشة لقد رزقني الله حبك، يناديها اسقيني، فتحضر له كوب الماء فيقول لها اشربي أنت أولا، تقول له أنت الطالب وأنت الشارب، فيقول لكني أستطعم الماء إذا زقتيه، فترتشف لتجبر بخاطره وتنفذ أمره وتعطه الإناء فيمسكه بيديه الشريفتين ويبحث عن موضع شفتيها ويضع شفتاه ليرتشف من نفس المكان. هل هناك دلالة على هذا الحب الكبير، على هذه العاطفة الجياشة مثل ما كان يفعل حضرته صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا والله، تخيل إلى أبعد الحدود. في حادث الإفك الشهير كانت تقسم وهي غضبة فتقول: ورب إبراهيم. طب ما أنت ما تكوني راضية بتقولي ورب محمد، زعلانة. زعلانة ليه؟ لأن المهاترات اللي حصلت والشائعة اللي كانت أثرت في نفسيته، وهي الرزان الحصان، فكانت تبقى واخدة جنب في بيت أبوها، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم كالعادة فلا تهش له ولا تبش، وتجلس مكتئبة مهمومة حزينة، فيقول هو صلى الله عليه وسلم: كيف تيكم؟ ما بيقولهاش عاملة إيه يا عائش، ولا عوافي يا عائش، ولا نهارك أبيض يا عائش، ولا ازيك، مش العاد، في مشكلة حاصلة. وتمس العرض النبوي والشرف المحمدي، وقد جال المنافقون والطبور الخامس لينهشوا من عرضه ويسبوه في حبيبته، فجو الكآبة عم على البيت النبوي الشريف، فكان يقول: كيف تيكم؟ وروح قاعد هي واخدة جنب زعلان في سرها تقول الحمد لله، فإذا خاطبها تقول: ورب إبراهيم. فلما برأها الله من فوق سبع سماوات قال لها: أكنت غضبة يا عائشة مني؟ قالت: يا رسول الله، أنت تعرف مقدار حبك في قلبي، والله ما كنت أهجر إلا اسمك فقط. أنا بس وأنا زعلانة أقول ورب إبراهيم، لكن اللي في القلب إيه؟ اللي في القلب في القلب. ولذلك سيدنا النبي كان يقسم لياليه بين زوجات، لكن هو يحب من؟ مين المتربع على عرش القلب؟ عائشة، لأنها البكر الوحيد، ولأنها أيضا الزوجة الوحيدة التي كان ينزل جبريل على سريرها بالقرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما مرض مرضه الأخير كان عند ميمونة، قال: إن شئتن أن أمرض عند حبيبتي فهلا تسمحين؟ فوافقنا، وحمل إلى سريره في غرفة عائشة، ومات بين سحرها ونحرها، وكان قد أوصى أن يدفن في حجرتها. بذلك المقر النبوي الشريف، الروضة الشريفة، في حجرة عائشة تحت السرير اللي كان بينام عليه حفر له ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الغرفة بعيدا عن المسجد، فلما حصلت التوسعة
دخلت الغرفة في داخل المسجد، وبقعته التي ضمته قطعا رياض من جنان مستطيل، وكذا اللحد الذي ضم الطوايا تشرف حين حل به النزيل، وفي الروض الشريف تراه حيا إلى كل البقاع له وصول، وكل الأنبياء كذاك حقا بأجداث لهم ظل ظليل، ولم تعرف مقابرهم بأرض يقينا غير ما سكن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عائشة تنظر إلى حفصة، حفصة في لحظة غضب طلقها طلقها، فإذا بالقرآن ينزل وجبريل يحمل ويقول يا محمد إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فهي الصوامة القوامة. الذي تدخل في إرجاع حفصة إلى عصمة رسول الله إنما هو الله، إنما هو رب العباد. ذكرياته مع أم سلمة صلى الله عليه وسلم، راح يخطب أم سلمة، أم سلمة لما مات أبو سلمة قالت اللهم اخلفني في مصيبتي خيرا، وحمدت الله. فذهب النبي إليه وقال يا أم سلمة أريد أن أخطبك لنفسي، فهل إلى هذا من سبيل؟ سكتت. يا أم سلمة ألم تسمعي؟ قالت سمعت. فهل أنت تقبل العذر؟ قال قول ما عندك. قالت لدي من الأسباب ما يجعلني أستميحك عذرا. بلاش الموضوع ده، ما قالتش لا، أدبا التزاما، رسول الله يعرض، هي مكسوفة عندها بعض الأسباب. فقالت له أنا يعني ما نقدرش نقول لك أنت لا، مين يقدر يقول لك أنت لا؟ وهل مثلك يرفض؟ ده كلام ده؟ أبدا، ده أي وحدة تتمنى، بس أنا فيه ظروف. قال ما هي ظروفك؟ قلت له نقول؟ قال لها قولي، ده عرض وطلب، اللي عندي حد يقول لي. قالت أولا أنا امرأة مسنة يا رسول الله، أنا سني تقدمت. قال دي الأولى، في تاني؟ قلت له أنا امرأة مصبية، عندي صبية كثر، أنا صاحبة عيال، ما لكم العيال أنت؟ قال عندك ثالثة؟ قالت نعم وهي الأخيرة. قال ما هي؟ قالت أنا امرأة غيرة، لا أحب أن يشاركني في زوجي أحد. وانت شوف متجوز كده. قال لها في غير دولة؟ قالت لا، وهم دول قليلين. قال اسمعي، أما قولك أنك مسنة فأنا أكبر منك، إيه رأيك؟ عاه ما دام هندخل في السن أنا أكبر منك، سنية لا تقولي أنت دي. ما تدورش على موضوع السن. قلت له طب دي طلعنا منه، وأنا امرأة مصبية عندي صبية وعيال. قال لها عيالك عيال رسول الله، حد يطيل؟ قلت لو دي طلعنا منها قاعدة الأخيرة الحراقة، أنا لا أحب شريكا. قال سأدعو الله أن يهدي قلبك ويشرح صدرك وينزع من قلبك هذه الغيرة المحمومة، اللي هي مش كويسة، لأنه فيه غيرة محمودة وفيه غيرة مش كويس. الغيرة والنخوة والكرامة ده شيء طيب، ده الرد المحيص شبق ديوث مش كده، لكن عملية الغيرة ده لازم تغير. لما جاء هلال بن أمية الواقدي أحد الصحابة الأنصار، سيدنا النبي قاعد مع الصحابة ودخل وقال له يا رسول الله الدنيا خربان، البيت يخرب ولله الحمد. ده كلام حتى ما تقالش، انا ما اعرفش نقول ايه، في ايه يا اخي، ايه المشكل؟ قال له رجعت الى بيتي فوجدت لكاعا يتفخز زوجتي وعلى فراش. قال بس 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 بس، سيدنا النبي كان لما يسمع اذن ولا كلام ما يتقالش ولا واحد يخوض ولا واحد يجيب من تحت رجليه ويحط فوق راسه ولا كلام فيه فحش ولا فضح ولا، كان سيدنا النبي يشمئز.
ويشيح بوجهه بعيدا عما سمع، وكأنه يقول له فض اكمل اختم انهي. ما عيش تفصيلات يا اخي. يا هلال انظر ماذا تقول. قال والله انت شفت بعيني، ده بيتي وفرشتي ومراتي والرد الغريب جوه وهيعمل وهيسوي. يا هلال انظر ما تقول، والا حد في ظهرك انك انت ترمي زوجتك بالباطل والبهتان. ده فيها 80 جلدة، احنا عايزين شهود. هنفتحوا باب السب العلني، وكل اللي عايز يطلق وحدة ولا قرفه في حياته يجي يطلع لنا كارت زي ده، ما ينفعش، ده اعراض. والا حد في ظهرك يا هلال. قال طب ايه المخرج؟ قال عايزين شهود. ها؟ قال ده شهود وكمان يكون 4، لو فيهم واحد اعور بسط القضية. قال 4 شهود وأقل. فرح وقف سعد بن عبادة كرجل حر، قال ايه اللي هتقول ده يا سيدنا النبي؟ قال له ما سمعت يا سعد. قال لا، ومن يقبل؟ يعني انا لو روحت بيتي ولقيت لكاعا غريبا يتفخذ زوجتي اسيبهم واطلع ادور على 4 شهود واقول لهم بصوا ويلا بينا نروح لسيدنا النبي نرفع القضيه وتشهدوا وبحث وتداول وسؤال وفي الاخر يبقى فيه حكم؟ طب مين يعمل ده؟ انا نفسي والله لئن رجعت الى بيت ووجدت لكاعا يتفخذ زوجتي وفي داخل بيتي والله لأضربنهما بسيفي غير مصفح، وليكن ما يكون يا رسول الله. ده مش كلام ده. وراح ماشي. اول مره يحصل الكلام ده، سيدنا النبي يتكلم يروح صدينا ويعترضوا ويقولوا. وسعد بن عباده سيد من سادات الانصار، سيد للخزرج كله. فسيدنا النبي ايه؟ الصمت خيم على المكان. فسيدنا النبي زعل، قال اسمعتم ما قال سيدكم؟ برضه بيتكلم بلسان الادب صلى الله عليه وسلم. اسمعتم ما قال سيدكم سعدا؟ راحوا قايلين يا رسول الله الكلام اخذه عضه، هدي نفسك ما تزعلش، بس احنا هنقول لك على حاجه مهمه تؤخذ في الاعتبار. قال قولوا. قالوا اخونا سعد ده رجل غيار، الغيره عنده متراكمه، عنده حاله من الاحساس الرهيب ما يتحملش الهوى. تعرف يا رسول الله اللي طلقها تقعد زي البيت الواقف لغايه ما تلاقي ربنا، لغايه ما تموت. ليه؟ هو الزواج بالارمله حرام؟ هي اللي طلقت بتتجوز؟ قالوا له مين يجرؤ؟ لا يسمح لاحد ان يكون في فراشه او يتلذذ بامراه كانت في الزواج سابقه اليه. هو طبيعته كده رسول الله الحساس، واحنا ما عايزينش مشاكل معاه. اللي بيطلقها ما فيناش واحد يتجرأ يخطي ناحيتها خالص، يبقى خلاص هتطير فيها رقاب. طب يروح يتجوز يقطع رقبته؟ ما لازمهاش الفرق، تروح هي وترفغ. قال لهم اذا هو الغيره فيه غيره محموده. قالوا له هو طبعا كده ما يتحملش، شوف مجرد الكلام ما قدرش يطيقه، هو رجل حر حساس عنده غيره شديده. فقبل النبي العذر وقال لا تعجبوا من غيرة سعد، فإني والله أشد غيرة من سعد، وإن الله عز وجل أشد غيرة منا، لذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. دول الصحابة، دول الأماجد، دول الكبار، دول اللي نقلوا لنا الوحي، دول اللي فتحوا البلدان، دول اللي نشروا الدين، دول اللي نقلوا لنا القرآن. ويطلع لك واحد بحملات، يطلع لك عيل كده بشعريات ويسب في الصحابة ويكيل للبخاري ويطعن في الإمام مسلم ويقول لك مش عارف إيه ومش عارف إيه. لله الأمر، الأمة ضعفت بسبب هؤلاء الأوباش. لما أنت كراجل مسلم وتحمل اسما إسلاميا وتكيل السباب والشتم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في أئمتنا وعلمائنا الكبار، أنت مستني بتاع الدنمارك يحترمك؟ مستني جارك الشرقي ده يحترم مقدساتك؟ لا والله، لا والله. ومن يهن نفسه فما يكرمه الناس.
لا يوجد جيل ولا أتباع نبي بلغوا في الرقي والمحبة والولاء والوفاء مثل ما بلغ أصحاب النبي محمد. ما فيش نبي من 124,000 نبي ورسول كان لديه النية الخالصة ويحمل رقبته على كفه فداء وولاء وحبا وهياما لدين الله ولشرع الله ولسنة رسول الله ولرسول الله ولربنا تبارك وتعالى مثل ما فعل الصحابة. الموضوع أكبر مما تظنون، واللي احنا فيه من وبال، واللي احنا فيه من أوبعة، واللي احنا فيه من ارتفاع الأسعار وضيق النفوس وهذا التشرذم وهذه العصبيات وتلك الخلافات وتلك القضايا وما نزلنا فيه من مستنقعات، إنما جزاء وفاق، جزاء وفاق. ولا يظلم ربك أحد. في عهد سيدنا الإمام علي واحد من الجماعة الأشكال دي بيقول لي اشمعنى أنت في أيامك كترة الفتن يا شيخ؟ ما أبو بكر كانت الأمور ماشية زي الفل، عمر الأمور ماشية زي الفل، عثمان قبل ما يموت كانت ماشية زي الفل، اشمعنى في أيامك أنت كترة الفتن؟ قال الأمر بسيط، أيام الصديق والفاروق والحيي عثمان كان هو الراعي ومثلي كانوا الرعية، أما الآن فأنا الراعي ومثلك هي الرعية. يبقى التغير فين؟ في الأشخاص. إبل الصدقة كانت تترمح في المدينة ما لهاش مكان، تقابلها في الشارع تدخل عليك البيت تلزها لبرة، العيال تلعب بيها وده يشوفها وده يشوفها، ابن الصادقة معروفة حدش يبص لها حتى عليه بعنيه. سابها سيدنا أبو بكر في خلافته 2 أو 3 أو 4 أشهر، سابها سيدنا عمر ما يقارب من 10 سنين في خلافته. ده سيدنا عثمان من تاني يوم قال يعملوا لي سوق، يتعملوا لي حوش، يتحددوا لي مكان بسور وباب ودخلوا فيه ابن الصادقة. قالوا له ده رسول الله ما عملهاش، أبو بكر ما عملهاش، عمر الحسيب النسيب الوقاف ما عملهاش، تعملها أنت يا عثمان؟ قال أيوة. قالوا له ليه؟ قال تغيرت النفوس. واللي احنا فيه ده يا أخوانا تغيرت النفوس. هيبقى أخوك قاعد جنبيك أنت تكفل جيبك خايف من صوابع اللي شغال، شو بيحصل؟ بيحصل. وأصبح الخائن قال أمين، والهائف في الصدارة، والدلدول ده مطبع ومسند وا إلى آخره. الأمر لله، لابد من عودة سريعة إلى منهج الله، إلى سنة رسول الله. خيرا نعيشه في الصعيد أن تبدأ أفراحنا بالقرآن الكريم، وأن يتخللها موعظة وتذكير بآي الذكر الحكيم وبسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكما قلت في البداية، أشياخنا علمونا إذا حسن البدء حسن الختام. أسأل الله عز وجل أن يبارك لعريس الليلة الأستاذ أحمد ناجي القاضي الصوامعة شرق مدينة إخميم العامرة